السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي القناة الكرام، كنتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال بإذن الله. إذا فيديو اليوم كنخصوه لتصحيح مفصل ديال الامتحان الجهوي الموحد لسنة أولى باك. بطبيعة الحال الأكاديمي ديال فاس مكناس، جهة فاس مكناس، يعني الشعب العلمية والتقنية. هذا بطبيعة الحال الامتحان ديال سنة 2021. كنتمنى باش تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تعمل فائده، وهادشي هذا كنحطوه بطبيعه الحال من اجل المساعده ديال التلاميذ اللي مقبلين عما قارب على الامتحانات يعني الجهويه. وبالمناسبه كنتمنى التوفيق والنجاح للجميع باذن الله. بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. اذا هذا هو التكست، غادي نقراوه، بامكانكم تقراو معايا او تتبعوا معايا بطبيعه الحال. وفي جميع الحالات غادي يعني كلشي غادي نترجموه للعربيه باش تسهل يعني الاجابه على الاسئله باذن الله. اذا سون با ريزونا دون ليسكالي جو كيتي ما مارش اي جالي مي شانجي لو سوق دي بيجوتي ريسومبلي ا لونتري دون فورميليير اون سي بوسكولي اون سافيري دون توت لي ديريكسيون. اذا هنا الراوي بطبيعه الحال كيحكي على يعني واحد الزياره، يعني انه كيوصف يعني السوق ديال المجوهرات اللي غادي يرافق فيه الوالدين ديالو باش يمشيو يعني يشريو مثلا بطبيعه الحال يعني بعض المجوهرات وداكشي. اذا كيشوف ان كيوصفوا بانه عامر بزاف والناس كتمشى في جميع الاتجاهات. بيرسون نو سومبلي سو ديريجي فيغ ان بيوت بريسي ما مير اي فاطمه البزويه نو سويفي مون بير اي موا ا بيتي با ايتروتمون انفلوبي دون لور حايك بلون. اذا هنا كيتكلم على شكون كان معاه، فبالتالي كاين الام ديالو، كاين فاطمه البزويه اللي هي الجاره ديالهم، وكاين بطبيعه الحال هو والاب ديالو اللي يعني بالنسبه هما في الامام، وبطبيعه الحال الام ديالو النساء يعني موراهم اذا بغينا نقول. فبالتالي لابسين لباس تقليدي اللي هو الحايك ابيض. il discute à mi voix à qui mieux les boutiques très surélevées offraient à nos yeux le clinquant des bijoux d'argent tout neuf qui semblaient coupés dans du vulgaire fer blanc des diadèmes et des ceintures d'or d'un travail si prétentieux qu'ils on perdait toute noblesse, ces bijoux ne ressemblaient point aux fleurs. فبالتالي هو دابا مثلا كيشوف يعني ديك الدكاكين اللي كيشوفها، خصوصا بطبيعه الحال اللي كتبيع هاد المجوهرات. كيتكلم على الفضه مثلا انها يعني صافيه ورائعه، ويعني عجبو ديك المجوهرات لا ديال الفضه ولا ديال الذهب الى اخره. فبالتالي يعني كيقول بانها ما كتشبهش يعني الورود. او كان ميستير نو لي بيني دون دي ما زومان لي زافي فابريكي سون زامور بور كونتونتي لا فانيتي دي ريش ils avaient raison tous ces boutiquiers de les vendre au poids comme des épices j'en avais mal au cœur de nombreux chalands s'agitaient d'une boutique à l'autre leurs yeux luisaient d'avidité et de convoitise d'autres personnages hommes et femmes groupés ça et là refoulaient leur lami. فبالتالي هنا بطبيعة الحال كيتكلم على انه يعني هاد البائعين ديال المجوهرات عندهم الحق انهم يبيعوهم يعني يعني بالغرام وبالميزان، لانه بالنسبه ليه كيعتبرهم بطبيعة الحال بحال دي زيبيس يعني التوابل الى اخره يعني اللي كيبيعهم البقال، وبان هاد المساله هادي بطبيعة الحال يعني ما عجبتوش. فبالتالي كيشوف انه بزاف ديال الناس كيجيو وكيشوفوا بواحد يعني ديك المجوهرات وداكشي وماشي كلشي بطبيعه الحال كيشري. بلو طار جي سيزي تو لو سونس دو لور ميلانكولي جي سونتي موا ميم سيت هوميلياسيون دو فينير اوفرير على غاباسيتي انديفيرونت دي زوم سو كونتوني بور سون بيان لو بلو بريسيو. اذا هنا بطبيعه الحال كيشوف بانه يعني هاد الناس هادو مثلا كيكونوا حزينين لحقاش ماشي كلشي كيقدر مثلا باش يشري هاد المادة هادي بطبيعة الحال اللي كنعرفوها انها غالية. يعني دي بيجو اوكيل ساتاشي دي سوفونير دي اورنمون دو فيت كي بروني بار ا توت نو جوا دوفيان سور ان مارشي كوم سيلوي سي دو بوفر شوز كون بيز كون رونيفل كون تورن اي كون روتورن اونتر لي دوا بور فينالمون اونفخي لا موتيي دو لور بريي. اذا هنا كيتكلم بطبيعه الحال هذيك الناس اللي كيضطروا لظروف ماديه او اقتصاديه يعني صعبه، كيضطروا باش يبيعوا الذهب ديالهم. وهنا يعني البائعين ديال الذهب بطبيعه الحال ملي كيجيو يشريو هذوك لي بيس ديالهم اللي كيبغيو يعني
يبيعوها لهم هاد لي كليون ديالهم بطبيعة الحال، كيشريوها يعني بنص الثمن، فبالتالي كيستغلوا هاد الوضع. اذا هنا غادي ندوزو للكاستيونير. اذا كومبليت لو طابلو سويفون ابخي لافوار ريبرودوي سور تا كوبي. اذا عندنا النوم دو لوتور، لو تيتر دو لوف، رومون، لو جونغ دو رومون، دات دو بوبليكاسيون. اذا هذه الاسئله التي هي بطبيعه الحال اللي خصها تكون محفوظه باغ كور. احمد الصفراوي لو نوم دو لوتور، لا بواد المغربي بطبيعه الحال تيتر دو لوف، رومون اوتوبيوغرافي، لو جونغ دو رومون، ولا دات دو بوبليكاسيون 1954. Numéro 2. D'après ta connaissance de l'œuvre, le père est retourné à la maison pour A. acheter une trompette à son fils, B. acheter des cierges au frais, C. acheter des bracelets à sa femme. طبيعة الحال كانت كلمة على لي بيجو، إذا لي براسلي أ سا فام. إذا لا كيستيون نيميرو لا ريبونس نيميرو سي. نيميرو 3. A. relève la comparaison employée pour caractériser le souk des bijoutiers. Le souk des bijoutiers ressemblait à l'entrée d'une fourmilière. إذا هذه هي الجملة اللي فيها يعني التشبيه اللي كاين او المقارنه اللي كاينه بالنسبه يعني ما بين السوق بطبيعه الحال. فبالتالي هو كيوصفوا يعني بحال ديك المدخل مثلا ديال في كيعيشوا النمل. ب ا بارتير دو سيت كومباريزون كومبليت لو طابلو سويفون. اذا عندنا لوتي دو كومباريزون، لو كومباري، لو كومبارون، ان بوان دو ريسومبلونس ا بارتير دو تاكس. اذا شنو هي الماده ديال التشبيه بطبيعه الحال هي او الاداه ديال التشبيه هي ريسومبلي ا. لو كومباري هو لو سوك دي بيجوتي يعني المشبه، والمشبه به هو بطبيعه الحال ديك لونطري دون فورميليا. ونقدروا مثلا نعملوا هذه العباره اون سي بوسكولي حتى اون سافيري دون توت لي ديريكسيون. هذا هو لو بوا دو ريسومبلونس. نيميرو 4. لو ناراتور ديكري دو مانيير فالوريزونت او ديفالوريزونت لي بيجو تو نوف اكسبوزي بار لي بيجوتيي. بطبيعه الحال واش كيوصفهم واحد وصف ايجابي ولا سلبي؟ شفناها في التكست بانه العكس تماما. اذا لو ناراتور لي ديكري دو مانيير ديفالوريزون يعني سلبي. ب غاليف دي برومي باراغراف ان ادجكتيف بور جوستيفي تا ريبونس. كاين بزاف مثلا فولغار، فير بلون، سي بريتونسيو. اذا هذه كلها يعني اوصاف اللي هي بطبيعه الحال ديال الديسكريبسيون ديفالوريزون. سانك. Le narrateur pense que les bijoux présentés par les boutiquiers ne ressemblaient pas aux fleurs pour deux raisons. Lesquelles? Et d'un بالنسبة للراوي كيشوف أو اللي كيظن بأن هاد المجوهرات اللي كيبيعوها هاد الناس هادو بطبيعة الحال أصحاب يعني هاد المحلات ما كيشبهوش الـ 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 يعني الورود ولا الأزهار. فبالتالي شنا هي جوج ديال الأسباب اللي كيعتمد عليهم؟ إذا أوكان ميستير نو لي بينيي دي ما أومان لي زافي فابريكي سون زامور. إذا طبيعة الحال هادو هما جوج ديال الجمل اللي كاينين في النص ديجا. باغ لومبلوا دو ليكسبرسيون جون افي مال او كور، لو ناراتور ايبروفيتي لان سونتيمون دو ديغو، دو بيتي او دادميراسيون. اذا هاد الجملة ديال جون افي مال او كور واش كتعني لو ديغو يعني واحد الحاجة اللي ما عجبناش، لا بيتي يعني بحال مثلا الشفقة، او لا مثلا لادميراسيون يعني شي حاجة اللي عاجبانا. طبيعة الحال سي ان سونتيمون دو ديغو. 7 ا Pourquoi certains hommes et femmes se sentaient-ils tristes et humiliés en vendant des bijoux qui constituaient leur bien le plus précieux? Et dans les chats, les gens ou les nés qui jouent des bijoux de diable, qui pensent يعني بواحد يعني الحجرة كما كنقولوا من اللي كيجيو يبيعوا الذهب ديالهم اللي هو طبيعه الحال اغلى شيء عندهم. نقدروا نعملوا الجواب الاتي: ils sont tristes et humiliés de vendre des bijoux auxquels s'attachaient des souvenirs, يعني ديجا عندهم بزاف ديال الذكريات معاهم. Ou de vendre des ornements de fête qui prenaient part à toute non-joie. Donc, ça va être le juge de l'Égypte. B. Cette situation crée-t-elle un effet comique, ironique ou pathétique? Ça va être le cas de le registre de langue. Il y a des jumelles à dire. Ou est-ce que c'est un comique, ironique ou pathétique? Ça va être le cas de la pathétique. Il y a tout ça. Il y a des chafaques. إذا هنا عندنا واحد لا كيستيون يعني بالنسبة لا لونغ اللي عندها علاقة بالديسكور ديال انديغاك. إذا عندنا لا فراز سويفونت: جي سيزي تو لو سونس دو لور ميلانكولي. ترونسفون سيت فراز او ديسكور انديغاك اون كومونسون باغ لو ناراتور ديكلارا. إذا عملنا لو ناراتور ديكلارا بطبيعة الحال ديكلارا الباسي سامبل، إذا فيرب انتروديكتور او باسي. فبالتالي لداخل عندنا جي سيزي تو إلى آخره، فبالتالي عندنا باسي كومبوزي. إذا هنا خصنا نرجع يعني plus que parfait. فبالتالي غادي نقولوا مثلا لو ناراتور ديكلارا كي لافي سيزي لو سونس دو لور ميلانكول. نيميرو 9 ا تون افي ايتيل بون داشتي ان اوبجي ا تري با بري ا اون بيرسون اوبليجي دو لافون دو لو فوندر دي بوكوا اون اون فراز.
يعني بالنسبة لي لك، واش انت متفق مثلا مع واحد اللي غادي يشري مثلا واحد الحاجة اللي بأي ثمن كان، يعني من واحد الشخص اللي هو مضطر باش يبيعها مثلا؟ غادي نقول بأن جو نو سوي با داكور، كار سي سي لو كا اون ديفيان دي بروفيتور كي بينيفيسي دي سيتياسيون ديفيسيل لي زوتر دوتون بلو سيلز اون بوزوان دارجون. فبالتالي انا ما متفقش مع هذه المساله هذه، لان هنايا كنكونوا استغلاليين. الناس بطبيعه الحال باغا تبيع مثلا الذهب ديالها لان عندها ظروف ماديه كتضغط عليها باش تقوم بهذا التصرف، وبالتالي غادي نكونوا استغلاليين اذا ما عطيناهمش مثلا الثمن اللي كيستحقوا ديك الذهب، ماشي النص. لا ديرنيير كيسيون نيميرو 10، ايمغري تو toi aussi vendre un objet auquel tu tiens beaucoup, justifie ta réponse par un argument pertinent. واش انت كتبغي مثلا تبيع شي حاجه ديالك اللي انت يعني متعلق بها بزاف وكتبغيها بزاف، وعلل جوابك يعني بشي ارغيومون. مثلا درت انا بيرسونيلمون جو ريفوز دو فوندر ان اوبجي اوكيل جو تيان بوكو كار سا فالور نو ريزيد با دون سون بري مي دون سو كيل ريبريزونت بور مو. اذا بالنسبه لي انا كنرفض هذه المساله هذه. علاش؟ لان بالنسبه لي القيمه ديال هذيك الاوبجي هذاك ماشي فقط قيمه ماديه، ولكن كتمثل لي حاجات اخرى اللي هي مهمه ولا يعني تقدر بثمن. فوالا، هذه هي النهايه ديال الفيديو. كنتمنى بطبيعه الحال اذا عجبكم الفيديو يعني تضغطوا على زر اعجاب وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. شاركوا يعني اشتركوا في القناة اللي مازال ما اشتركش، يضغط على زر اعجاب باش دائما، على زر ديال الاشتراك باش دائما بطبيعة الحال توصلوا بالجديد ديالنا الى فيديو مقبل بإذن الله.